الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد, we will begin the competition with three juzo. But the condition that we don't make for this competition, we watch for three sides. The first one, na al-itqan. The second one, husnul ada. And the third one, at-tajweed. That's me. The first one, al-itqan, na for watch for the mistakes on the laws of the Quran. The second one, na for watch for the tajweed, then the undefined voice and the fine interpretation. And the last one, na for watch the laws of tajweed, how the Quran, the right way for reading, inshallah. Now we will begin with three juzo, where they call Ummu Jakite. Ummu Jakite. Ummu Jakite are from the southeast, and they compete on three juzo. الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. Continue now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم
حسبك. السؤال الثاني: ابدأي من قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل الثالث. اقرأي من قوله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
مولي تسكنوا نفسيري لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم أصوني واتبعوا من لم يجدوا ماله وولده إلا غفارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حسبك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السؤال الأول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك هيوك بما لم يهيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبك. السؤال الثاني: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. حسبك. سؤال الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. حسبك. بارك الله فيك. من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم
وأخرجوا Repeat. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. ولم يخرجوكم. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. حسبك. السؤال الثاني ابدأي من قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وإن الله لا آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وإن الله لعفو غفور وإن الله بكم
وإن الله لعفو غفور. Come down. Repeat from the starting. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. ليخرج. استمعي مثلنا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يدخله جنات تجري خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حسبك. سؤال الثالث. ابتدئي من قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فليتنافس المتنافسون ومزاجه من
يشرب بها المقربون. إن الأبرار في نعيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. حسبك بارك الله فيك. عائشة ابدأي من بداية السورة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
repeat the ayah. ولولا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار حسبك السؤال الثاني وجمع فأوعى إذا
أولئك في جنات مكرمون. حسبك. سؤال الثالث، سورة البلد، بداية سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا
صدق الله العظيم. المتسامح عائشة با ابدأي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بداية السورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لك وما
السؤال الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب كتاب أنزلنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي
أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أسمتي. السؤال الثالث أقرأ من قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حسبك بارك الله فيك. السؤال الأول اقرأي من قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي منهم فلا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم جنات المأوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا كلما أرادوا أن كلما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقن الذين كفروا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ومن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب أكبر لعلهم يرجعون فلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب حسبك السؤال الثاني اقرأي من قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب
لنا أحوالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لهم من الله ضرا إن إلى الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كانوا لا يفقهون، بل كان الله بما تعملون بصيرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أزواجهم أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون والمؤمنون إلى أزواجهم والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن لم يؤمن بالله ورسوله وإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فلله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. السؤال الثاني، اقرأي من قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله
يا أيها الذين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسهم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم حسبك بارك الله فيك السؤال الأول اقرأي من قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جاء ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ويستعذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسرا
ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. حسبوكي. السؤال الثاني إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام العصيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقوهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. حسبك. السؤال الثاني يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي كنتم
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خوف مقوم ربه جنتان. فبأي آلاء ذواتا أفنان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أسكت ما شاء الله. بارك الله فيك. Alright, we don't done. ابدأي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق فَأَخَذَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
النهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا حسبكِ. السؤال الثاني: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. حسبكِ. السؤال الثالث: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا
الصالحين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حسبك. شكرا جزيلا. المتسابقة الثانية حسنة جلو. Alright, we go to the second participant, 15 Juzu category. Sister Hassana Tujalo, 20 years of age. After this, we get one more. Then we go now to the final one when are the 30 Juzu. We want to recognize the presence of the barista Mukhtar Jalo. We also want to recognize the presence of one of the sound chef members that do very well in Conakry and the entire Republic of Guinea, when I Sierra Leonean, but based in Guinea, when I Sheikh, now we are to Saul. We recognize the presence and all in Budo. And as well, we continue to recognize with Mama Aja Fanta Sisi Rogers. Also, we get one with sister when I graduate from Riyadh, Saudi Arabia, when her sister Ramatullah is there with me. Then people I find for me, we introduce them to Una. Una will begin for the area I'm going to shortly, inshallah. Ta'ala. Hasana Shujallo. Thumma liyafudu, thumma liyakudu nafasahum waliyufu nuzurahum. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يؤذن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها ولكل أمة ليذكر اسم الله على ما ذلك ومن
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون حسبك السؤال الثاني قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أعوذ بالله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بها ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم الذين استكبروا لولا أنتم
لولا أنتم لكنا مؤمنين. حسبك. السؤال الثالث: ألم نهلك الأولين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نكن ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. مريم ابدأي من قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة قالت يا ليت وهزي إليك بجذع النخلة قالت تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أهدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Second question. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء
قبلهم والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. حسبك. السؤال الثالث: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. حسبك. أحسن الله إليك. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم وهم لا يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين
نشر الدواء. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مقيلون. يا وتفقدت طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقدت طير فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبر
حسبك. السؤال الرابع، صدق الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومساكن طيبة في وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. حسبك. السؤال الثاني اقرأي من قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذنه أذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. حسبي. السؤال التالي اقرأي من بداية سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حسبك بارك الله فيك. Right. That now is second participant. Paramount Chief Eric Michel. Who Paramount Chief Nashef? سؤال الأول. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ
فكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. لسي مريم ما ينرسو. فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإن استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حسبك. سؤال الثاني واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا الرحمن عذاب من الرحمن
عصيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا السؤال الثالث الأخير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
هو أمات وأحيا. حسبك، بارك الله فيك. بسم الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.